هكذا وعلى بركة الله وحفظه مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء ينطلق بهذه اللحظات الشوط الثالث والعشرون في مجموع أشواطنا لهذا اليوم وهو مخصصا لانطلاقة الإبكار لقاية المحليات الأصايل انطلاقة موفقة نتمناها للجميع بوجود هذه الشعارات الآتية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي هنا في هذه الانطلاقات المتميزة نذهب إلى المراكز الأوائل لكي نتابع المتقدمين المنطلقين في هذا الشوط نبدأ مع المركز الأول ومقدمة هذا الانطلاق من ياتينا وتنطلق بالمركز الأول هذه هي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول شواهين مبارك بن سيف بن محمد الشدي المنصوري الذي يطلق هذا الاسم على المركز الأول بينما في المركز الثاني التقدم من جواهر مبارك بن راشد بن علي الشامسي ياتينا بهذه الانطلاقة وهناك الوصول في هذه اللحظات القدوم بهذا الانطلاق من غيرت إلى المركز الأول بهذا الاندفاع لفت محمد بن مبارك بن محمد بن هدف العامري ياتينا بانطلاقة لفت في هذا الاندفاع بينما رابع المراكز نتحول إلى انطلاقة الظبي خليفة بن عبد الله بن سعيد الظاهري الذي يطلق لنا الظبي على مستوى المركز الرابع بينما في المركز الخامس القدوم هنا القادمة بكل قوة في هذه اللحظات الوسمية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي ياتينا باسم الوسمية مع هذه الانطلاقة القوية وهذا الحضور من هذه الأسماء نشاهد الوصول على المركز السادس في هذه الانطلاقة من أعلنت الحضور من أعلنت التواجد في هذا الاندفاع وبهذه الانطلاقة كما نشاهد هذه الشعارات ناخذ الوصول والقدوم بوجود في منصور بن محمد بن سهيل الحميري الذي يقدم لنا في بهذه الاندفاع وهناك على الجانب الاخر رسا خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي يقدم لنا هذا الشعار ووصولا كذلك من قبل الشامخة سيف بن مسفر بن راشد العميمي ياتينا بانطلاقة الشامخة وهنو كرى الوصول من القادمة ألا وهي بنة سالم بن مطار بن حاذة الاكتبي يقدم لنا بنة على المركز التاسع بينما في المركز العاشر هملولة سهيل بن سلطان بن تريم الاكتبي هكذا هي نتيجتنا هكذا النداء المكمل للعشر المراكز الأوائل المتقدمين القادمين بكل قوة هنا في هذه الانطلاقات بهذه الاندفاعة المتميزة نعود بكم مشاهدينا الكرام إلى المركز الأول إلى الصدارة الأولى هذه هي في مقدمة الشوط في المركز الأول انطلقت لفتة محمد بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري الذي يستهدف الصدارة بانطلاقته على مقدمة الشوط بينما في المركز الثاني القادم الجواهر مبارك بن راشد بن علي الشامسي مقدما جواهر على مستوى المركز الثاني الثالث هنا الوصول من هوايل هذه هي هوايل قادمة إلى المركز الثالث محمد بن راشد بن أحمد المنصوري بينما في المركز الرابع القدوم بانطلاقة وحضور الوسمية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي مقدما الوسمية على المركز الرابع المركز الخامس هنا تقدمت هذه اللحظات وزن محمد بن علي بن حميدي بن أحمد الوهيبي وكذلك القدوم ايضا هنا في هذا الاندفاع بانطلاقة افكار طحنون بن حمد بن مبارك بن دحروي العامري الكيلو الاخير الكيلو الخطير الكيلو المثير نعود مجددا الى لفتة هذه هي لفتة لفتة يا لفتة لفتة في المركز الاول انطلقت بمقدمة الشوط اعلنت التحديات الاولى اعلنت الانطلاق الاول لاندفاع
الدفاع حتى هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله. هنا في هذا الأداء الجميل محمد بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري، ولكن القادمة القادمة وزن 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 وزنها ثقيل، أداها مميز على المركز الثاني محمد بن علي بن حميدي بن أحمد الوهيبي الثالث. القادمة القادمة كيف ناصر بن معيوب بن سرحان الدرعي الدرعي ما شاء الله يقدم لنا كيف ناصر بن سرحان الدرعي مع كيف، ولكن المركز الأول الانطلاق مع وزن محمد بن علي بن حميدي بن أحمد الوهيبي. اللحظات الأخيرة الأمتار المجنونة ما بين وزن وما بين هنا ما بين كيف كيف ولا وزن، ولكن وزن إلى السلطنة إلى السلطنة إلى أبناء السلطنة تهانينا إلى محمد بن علي بن حميدي بن أحمد الوهيبي على انتصار وزن بالمركز الأول. المركز الثاني كيف ناصر بن معيوب بن سرحان الدرعي، المركز الثالث ثالثا لفت محمد بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري، بينما في المركز الرابع هناك يذهب الى رسام محمد بن خليفه. المركز الرابع يذهب الى وجود وانطلاقه هناك رسا خليفه بن عبد الله بن ثاني النعيمي، بينما في المركز الخامس هنا في هذه الانطلاقه في هذا الحضور المستريعي صقر بن سالم بن حمدان المنصوري. هكذا تابعنا الشوط وتحدياته، عودة بالتهنئة مباشرة إلى انطلاقة وزن محمد بن علي بن حميدي بن أحمد الوهيبي حيث سجلت توقيتا وغدرة 7:26 ستة من الأجزاء من الثانية مع هذا الأداء الجميل، بينما في المركز الثاني يذهب إلى انطلاقة كيف ناصر بن معيوف بن سرحان الدرعي 7:27 جزئين من الثانية. المركز الثالث يذهب إلى انطلاقة لفته محمد بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري حيث سجل التوقيت وغدره 7 دقائق. هنا ننتظر لحظات الوصول من خلال الإعادة في هذه المنافسة مصحوبة بالتوقيت الزمني مع انطلاقة هذا الشوط. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله.